بعض الشركات والمؤسسات الأهلية تعالج موظفيها في المستشفيات الخاصة على حسابها، ونرى هؤلاء الموظفين يتعدى ذلك فيعالج أقرباءه معه، فما حكم ذلك وهل على هؤلاء إثم؟ هذا حسب النظام، الواجب حسب النظام والتقيد بذلك، أما الكذب والتحيل فهذا لا يجوز. إذا كان النظام يسمح للموظف أن يتعالج هو بنفسه وأن يعالج عائلته فهذا حسب النظام، أما إذا كان النظام لا يسمح الذي يلازمه هو فقط لكنه يحتال ويدخل معه آخرين بخلاف النظام هذا لا يحل له لأنه غير الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.